أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح أعمالنا وأصلح ديننا وأصلح دنيانا وأصلح عاقبتنا. اللهم أصلح قامنا وأصلح محكومينا وأصلح مريدينا وأصلح محبينا وأصلح أنفسنا. أصلحنا واجعلنا من الصالحين. اللهم صرف عنا المرض والوباء والغضب ومنن علينا بالصحة والعافية والبركة والمغفرة والرحمة. يا أرحم الراحمين ارحمنا عفنا واعف عنا وبارك لنا وارزقنا في حاجاتنا. اللهم نسأل الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي البلاد الإسلاميين وانصرهم الكافرين واليهودين والمرتدين والمردودين والظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بحرمة النبي الحنين المرسل رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين صادق الوعد الأمين محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أزواج أهل بيته أجمعين. بحرمة مالك أزمة المتصرفين شيخ القل وسلطان الأولياء غوث الثقلين أبا محمد محي السنة والدين سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه واردوا عنا بكاتفة الأولياء والصالحين. نسألك اللهم نسأل فتحا مبين برحمتك يا رب العالمين.